مبارك بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا يا ربي نتوما والاسره الكريمه والعائله ديالكم كامله. حنا الان كنتواجدوا مع خونا عبد الحميد، ديما كنبغيو نقربكم من يعني من الاثمنه، وحنا ما بقى والو، كنعرفوا انه الليمون من بين المواد اللي كتستعمل بزاف في رمضان للعصير، ولا يعني كما كنقولوا حنا كاين الناس اللي كيديروهم كيديروا في الشلايد وبزاف الحوايج. اذا مرحبا بكم خويا عبد الحميد، غادي يقربنا من الليمون او البرتقال كيف ما كنقولوا. خويا عبد الحميد السلام عليكم. بعدا وعليكم السلام ورحمه الله اختي ماجد، تشرفنا بمعرفتك نعمس وباللقاء ديالك، رغم انا كنعرفك منذ زمان طويل. مرحبا بهاد الناس عندنا، وتا شوف جي في واحد واحد من الاول حتى الاخر، واللي نسينا يسمح لينا. لا لا يخطيك خويا عبد الحميد، خويا عبد الحميد قربنا بعدا كاين على راسك، منين اخويا عبد الحميد؟ اختي انا الاصول سرغينيه دوريجي، اصلي عروبي، واللي ما اصله عروبي ما عنده اصل، ولكن زياده وخلق في مراكش بابا يلان. بالضبط لالا ماجد، بابا يلان مراكشي، المراكشي الحرار العتاق تبارك الله، حومة العلماء والفقهاء والناس ما جيتي من كل فن طار. تحياتي للناس ديال بابا يلان من هذا المنبر. مرحبا لالا ماجد. خويا عبد الحميد كيفاش بديتي الليمون؟ واش كان جدك وباك حتى هو كانوا كيبيعوا الليمون، ولا غير تحبيتي هذه المهنه ومشيتي لها؟ لا لا اختي ماجدة، حنا هذه الحرفه قبلنا ورثة على الوالد ولي الله يرحمه، جا الخوادري حتى هو من بعد انا كيقرات الحمد لله ولله الحمد خلينا واحد البركه، جينا تبعنا المسيره حتى حنايا وقبضنا السنسله كما تيقولوا شي دشاج في الطن عند مول شي، هادشي اللي عطى الله اختي. كيقول لك تبحر في تبوك. لا يغلبوك، لا يغلبوك، قضوط عطيه العصير عطيه. مرحبا خويا عبد الحميد، روح عندك شي وليدات؟ ولله الحمد موجود الخير، عندي الوليد الله يحفظوا لي ويخلي لي مرتي. امين. اش بغيت تقول لمرتك بدا كاين فيها راه يلاه داز عيد المراه؟ ونتبعوا حتى حنا خونا فوفنا ونقولوا دخلي انت وخراسك. لا اله الا الله، الله يخليها لك والله يخليكم لبعضياتكم. خويا واش بغيت ندي لك واحد السؤال، واش ولدك تبغي حتى هو يخرج يبيع الليمون؟ انا ولدي من الاول انا مبازي عليه ولله، ما بيتوش انا يخدم في الوظيفه ولا من الاخر نقولها لك، انا تنبيه للتجاره، يعمل حر بيخدم يخدم ما باش يخدم، المهم ما يحكمش فيه شي واحد. كما انا من صغري ما عمرني خدمت مره واحده، خدمت واحد السيد صافي، من بعد بديت نخدم راسي التجاره، ما خليت جامع فينا بعت العقيق، بعت كوكو باليفي، درت الحمار سويرتي، ما المهم التجاره، بيض نريح حتى الناس، ما بيض الناس حتى نخدم، ما كاينش اللي يقول لك اش هذاك، والله تيجي بالتيسير هو العلاقه بينك وبين اللي خلقك تكون هاك غرس غرس داينا قبان الشلح. تبقى علاقتك بينك الله سبحانه وتعالى وتصفي على رقبتك. تنزل بركته، تنزل بركته. حتى في البيع والشراء تصفي على رقبتك وتبيع بالثمن اللي كاين. اللي كاين اخشي ماجد هادشي اللي كاين. واخا ندوزو مع الاحباء ديالنا الكرام وندوزو للمعقول كيف ما كنقولوا، ودخل معايا الاثمنه ديال الليمون، وقبل ما ندوزو الاثمنه عفاك خويا عرف الناس وقربهم من الاسماء ديال الليمون كيف ما كنقولوا، انواع السميه بعدا السميه ديال الليمون. الليمون المنظري المهم حاليا العصير، نهضروا في الطومي ديالي انا تخدمي العصير، كاين حاليا كاين نبداو كاينه بالباراسيانا اللي هي الام تاع العصير، كاينه سالاسيانا وكاين صانقيل وكاين نافيل مويان، كاين اللي تخدموا حتى هو العصير، وكاين امليل وكاين افورار ديال بحال الكليمونتين تخدم العصير مزيانه، هادو هما اللي كاينين. وبالنسبه للاثمنه، الاثمنه تتبدا من 70 درهم حتى 150 درهم. كنهضروا على الصندوق. على الصندوق. حنا دابا للتذكير، للتذكير الاخوان تاعنا اللي كيتفرجوا فينا دابا، حنا دابا في سوق الجمله، راه ماشي في السوق العادي، يعني هنا في سوق الجمله يعني كيتباع بالصندوق. صندوق الصندوق تيكون فيه ما بين 23 حتى 27 كيلو، كل واحد على حساب وجهه، العمار والخدام وعلى حساب المعلم واش يدير في اللعبه، من 23 حتى 27، كل واحد على تقليده واش يدير. وهاد الاثمنه اللي قلت لك هي اللي كاينه من 70 حتى 150، من 70 ل 100 كاين الكاشكاش كي تنقولوا حنا سلعه مويانه كذا كذا، ومن 100 درهم ل 150 كاين المليح، كاين البدري وكاين السرزي وكاين هكا، المهم بحال داكشي البهيمات وصافي. يعني عواشر، يعني بحال بحال دايزه عواشر، وزيد المزيد دقيق من الاخر كاع. هادشي اللي بغيت نقول لك اخويا، يعني قد ما زدتي في الثمن قد ما زدتي كتزاد الكاليتي والجوده. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هادشي في اي حاجه، كاين الصندارات الرقاب ب 400 وكاين الهافينس ب 4400، واش انت اللي بيتي؟ اللهم بارك. خويا اخويا نعاودوا نقربوا الناس، قلتي كاين الاسماء، كيبان لك حتى الحمض حتى هو كتبان. عندي السيترون حتى هو حاجه مزيانه تاع البلاد مليحه تا هو. السيترون كاين، المهم الثمن الكواله كاين من 5 درهم حتى 7 درهم، الجمله مورين الجمله كذا كاين 4 درهم ونص هي اللي كاين. واخا بالنسبه لليمون كما قلت انت كتبيع غير يعني الليمون، حنا في المغرب كنقولوا الليمون هو البرتقال، البرتقال يعني الليمون اللي كتبيع انت غير ديال العصير. غير العصير، انا اختصاصي في العصير صيف وشتوى.
بحال بقى الحالة زين في جامع فينا. وهذا الليمون واش كتجيبو غير يعني غير من مراكش هنايا اولا من داخل المغرب اولا خارج المغرب؟ انا اختي باش نقربوا الناس يعني السلعه اللي كتبيع واش هي داخليه اولا من على؟ لا لا سلعه المغرب لا كاين بني ملال والنواحي، كاين اكادير والنواحي، كاين بركان والنواحي، على حساب الشر زيد حنا فين تابعين البركه فين ما كاينه، بان البركه كاينه في الشر تنشرجيو منا من الناس، كانت البركه في السوق تتعاونوا معنا خوتنا، تيجي مول البياج وتيفرق عليك واحد يدي 100 وتنتوكلوا على الله حتى حنا ونقضيو الغرض، لانه ما يقدرش هو على الكريدي حتى حنا نتكلفوا بالكريدي ونطلقوا الناس اللي تنعرفهم اليوم على غدا، كي تنقولوا شادتي اللقع قاب ديال البلاصه، هو تيجي خوي كاميو ويزيد في حالته هذا الشيء اللي كاين. ما نخسر رويضات الدور، كل شيء ياكل، كل شيء يضر رويضات الدور، الله يجيب الصحه والسلامه. بالنسبه للجوده بغيت نسولك اخويا عبد الحميد، بالنسبه للجوده تاع الليمون فينا بلاصه اين بلاصه اللي كتخرج احسن برتقال؟ وحاليا الشيء اللي تيدخل للمارشي دابا حاليا عندنا ماشي بغينا نشكروا مدينتنا هذا العام، هذا السلعه اللي تدخل تاعت مراكش هي البروميان دابا حاليا وهي تتبع بالثمن هنا عندنا في المارشي، يعني هي اللي غاليه السلعه يعني الليمون تاع مراكش اللي هو اللي غالي دابا حاليا في السوق، هي البروميان كاع ديال البلاد، وكاينه تاعت الغرب حتى هي مليحه تيجيبوها تري زوينه، وكاينه تاعت اكادير حتى هي ولكن رغم ان تاعت اكادير حتى هي مليحه، ولكن هذا العام شويه ناقص الماء والله يسقينا من فضله وحسانه. اللهم امين. خويا عبد الحميد بغيت نسولك بالنسبه للوفره باش نطمئنوا الناس اللي كيتفرجوا فينا بالنسبه للشهر الكريم شهر رمضان، واش كاين الوفره ديال البرتقال اللي هو الليمون يعني في طوال الشهر؟ الخير موجود، الخير موجود، نطلبوه السلامه.